استاذ شادي، انا شايفك قبل ما اسال الدكتوره بقى شايفك محتاج يعني. لا لا، مش احتجاج، بس انا عايزه اقول ان انا مش قد يعني. اولا بساطه الشبكه دلوقتي بقت بدبله، يعني انا اعرف بنت خطبها 7 سنين فضلت قاعده بالدبله منتظره، اول ما سافر دوله واتعرف على واحده هناك بعت قال لها متشكرين انا يعني اعتبر اللي بيني وبينك انتهى. طب انا الجا لمين؟ انا بقول اضيف يعني، يعني انا بقول احب والقبل هنا مسؤوليه ولي امر البنت بقى. يا يا سياده النائبه، احنا بنقول النهارده سياده المستشار بيقول ان في عنوزه وفي موقف صعب جدا وفي اتجاه بيبقى من اولياء الامور ان من غير ولي الامر ومن غير وليه الامر المجتمع اتغير والشباب والبنات هم ابتدوا يرتبطوا ببعض. بس انا لما احسس البنت بالامان ان في حاله ما يكون في ارتباط بهذا الشخص وبامنها فيه هيبقى في طبعا. خلينا نعمل ايه؟ يبقى نعدل في نص المبدا اللي بس هي الأحوال يا فندم هي لا لا هي هي برضو انا برضو عايزه بس هي تعديل. يعني انا حضرتك مقابلاني نفس المشكله في قانون عقوق الوالدين، انا محوله للتشريعيه بيقولك ان في تكريم. انا من خلال البرنامج ده انا كنت بشوف حالات ببكي وانا بتفرج عليها. انا بس هقول لحضرتك اهو يا استاذه، انا احبس شباب. طب بصي انا اوصلك اوصل لحضرتك انت ليه بتفكري بناء على ايه؟ يعني انا لسه بقول للاستاذ وائل ان حضراتكم كاساتذه قانون طرحتوا بعض الامور مش موجوده عند الاسر. تمام. يعني هذه الحلقه النهارده افادت بعض الاسر ان ما فيش عندهم الفكره دي انه كان ممكن يلجا ان كان، لكن انا ممكن لا لسه بالضبط. ده حضرتك مشروع قانون احنا ما حددناش نعمل تعديل على مشروع قانون في ماده في ماده وهي قالت الماده نجيب حق البنت قضايا المجتمع مش حتى وبعدين عايزه اقول لحضرتك تطلع ترد وتقول يا جماعه اللي تم تسريبه في الصحف غير الموجود بالفعل بيحط التعويض المادي. التعويض المادي في بعدين انا بحد فيها من ايه؟ بحد فيها 90% من الشاب المستهتر. ده هيضر يا استاذ اللي بيلعب ببنات الناس، هيضر اكتر ما يفيد. حط نفسك كاب وارتبط ببنتك وسافر بره وسابها بعد اذنك، نفس القصه زي ما حضرتك النهارده كمستشار بتحكي على زوجها هي جايه تخلع جوزها. احنا ما قلناكش ان الاطراف دي حالات. طب انا عايز اقول حاجه انا يا استاذ وائل، يا استاذ وائل لما ادي الفرصه يا جماعه. يعني بص، الرسول عليه الصلاه والسلام جاله احد الصحابه المغيره بن شعبه بيقول له انا خطبت فتاه، الرسول قال له نظرت اليها؟ قال له لا يا رسول الله. قال له فلتنظر اليها فانه احرى لك ان يؤدم بينكم. يؤدم بينكم يعني تسد الالفه والمحبه. مش معقول انا داخل بدل ما اخش بقلبك شوكولاته واسوره مستني كلبش ومستني السجن. انتوا بتتكلموا في ايه؟ انت بتتكلم في حاله المنحرف. طيب ثواني بس اقول لك على حاجه ثانيه. انا يا استاذ وائل، يا استاذ يا سياده النائب، انا النهارده المحاكم يخش بيوت انا المحاكم عندي النهارده يا استاذ، يا استاذ انا عندي المحاكم النهارده محمله باعباء قضايا من الخطبه والمهور والزواج والنفقات مش عايز اقول لا حصر لها. اروح النهارده احمل المحاكم بقى بنزعل دبدوب عشان خاطر انا قننت العقد اللي بينه وبين بعض ولا فسحه سينما؟ ما هو ده اللي هيحصل. دبدوب دبدوب دبدوب. سبع سنين هدايا بقى وقصه قصه من دي. وبعدين في حاجه انا عايز اقولها، انا عايزك تصغي لي العقد ده اللي انت بتقولي لي هيرهب وهيخيف الناس. خليت النائبه بتضحك من ما هو ده اللي احنا هنشوفه في المحاكمه يا جماعه. القضيه هنا اذا كان يلحق اذى نفسي وإذا متعلق بإطالة المدة، طب إيه الحل؟ موجود الحل. المحكمة هي اللي بتقدره. هتخش تحقيق يا ريس. دور المجتمع بقى، دور الولي الأمر إن أنا أتحرى، إن أنا أتحرى عن هذا الشخص اللي يخش بيتي. زي ما الرسول عليه السلام قال إذا كنتم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذا جاء من ترضون دينه فزوجوه. مش إن أنا